عين الله عين الله عين الله عين الله عين الله تتغير الدنيا وصاد عينك حلفت ما تخونها ولا تخونك مين يضمن الدنيا والايام تبقى في حل وفي لحظه تبقى في حل لا شاكك من الدنيا ولا الاحوال ولا قلت ليه او ايه وامتى وكم اللي وحيد في الدنيا بتضمه كأنك انت ابوه او امه اللي وحيد في الدنيا بتضمه كأنك انت ابوه او امه ربع الغلابة وشمعة الايتام انت القوي وتحنن العاصي تلوي دراع الدهر لو قاسي انت القوي وتحنن العاصي تلوي دراع الدهر لو قاسي ولا تكره الا واللي فعل حرام الله عين الله عين الله عين الله عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن ولا تنخدع بزهوة الاحلام واقف ما بين الحق والباطل تلعبك الدنيا لكن فاضل واقف ما بين الحق والباطل تلعبك الدنيا لكن فاضل تولع القنديل بكل ضرار سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها ما لمها في شهور ولا أعوام ملمها في شهور ولا أعوان 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 معروف يا معلمين انا مش هدفع الاتاوة اللي انت طالبها يا معلم قنصور وانا جاي اشوف طلباتك ايه انت صاحب حق واحنا المحقوقين انا مش هدفع الاتاوة اللي انت طالبها يا معلم قنصور والمعلم زين مش هيدفع من هنا وجاي ماله محمود قال لك اللي عندك كرام ما يضيعش واحد يا عاشور ايه تاني مفيش غير المعروف صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي بصراحه معلمين مفيش اجدع من الاقتصار واجب عاشور ماشي الكلام دوم القهوة تانية يجعله عامر
ما تستنى نتغدى سوا. ده انت دماغك كبيرة قوي يا ناطوري. مش واخد بالي. صحيح، يوضع سره في افقر خلقه. نورت الدنيا يا سيد المعلمين. مع السلامة يا معلم. تسلم يا واد. صحيح، راجل من ظهر راجل. ربنا يكفي الناس شر بعضيها. غرضوا ايه من الزيارة دي يابا؟ واحنا مان؟ مطرح ما يحط راسه عدم المؤاخذة يحط رجليه. قلبي بيقول لي انه مدبر لنا مكيدة. ربك كبير يا زينة، ما تخافيش. جوزك راجل جدع. صحيح، الحزو حلو يا ولاد. اتفضلوا يا معلمين. منور يا معلم عاشور. عيشوا يا سيدي مساء السعادة. شفتنا نسور عنتر. ايه يا معلم عاشور، مش عاجبني ولا مؤاخذة؟ زي ما يكون كده ضميرك مش مريحك، مع ان الناس كلها فرحانين بيك ومستجدعينك اخر مجدعه. نورني، ايه اللي شاغل بالك؟ هو بس ايه؟ اتكلم. انا في منزله ابوك وستره غطى عليك. ايه؟ نورني، ايه العباره؟ ابويا الشيخ عفر الله يرحمه كان دايما يفطني وياكد عليا اني ما افتريش لا اغضب ربنا. وانت افتريت على مين؟ وكان دايما يقول لي صحتك نعمه ان اتبطرت عليها تزول، والافتراء والعياذ بالله يورث الكفر. الكلام ده لو افتريت على ضعيف ولا غلبان، انما اللي افترى على المفتري عباده. مش ربنا بيسلط ابدان على ابدان. اتسول معلمين. توشكر عنتر. بقول لك ايه، وصل الواد الفطاطري يحضر 4 فطاير كده حلوين على مزاجك، كل 2 في لفة. عناية. بقول لك ايه، اللي انت فيه ده هو الكفر والعياذ بالله. اقول لك، لما ربنا يديك نعمة وتبخل بيها على نفسك او على ضعيف، يبقى بترفض النعمة عشور، وانت ما عملتش اكتر من انك خدت حقك بنفسك ومنعت الظلم عن حماك. والحمى والد، وبر الوالدين عبادة. اسأل فيها اي شيخ جامع ولا مجاور يقول. روى كده، وتاخد الفطير ان شاء الله، وتروح تتعشى انت ومراتك بألف هنا وشفا، وسلم قلبك للي لا يغفل ولا ينام. عاشور، شفت؟ كنت هتنسيني اهم حاجة. انا مراتك لها في ذمتي حمار كنت اشتريته باسمها من مدة كده، ومتهيالي هي دلوقتي احواج له مني. فانت تنقي لك اي حمار على مزاجك وتسرح بيه من بكرة لحسابك، وربنا يبارك لك. ايه قلت؟ ايه انت جمايلك زادت عليا قوي يا حاج زين. جمايل ايه يا عبيد؟ انت كان ضيع لك اب، وانا ربنا ما رزقنيش بولد، وبعدين قسم لنا باللقه وتلمينا. ده انا اول مره في حياتي ارفع راسي وسط الناس واحس ان انا رفعها على حق. تقوم تقول لي جمايل. ربنا يخليني عند حسن ظنك يا معلم. ايش ويسو. We'll be right back.
أهلاً أهلاً معلم حسب الله تعالى. إيه؟ أنت ما روحتش الكتاب ليه يا واد؟ سيدنا بيضربك كل يوم. سيدنا بيضربك كل يوم، لازم ما بتحفظش القرآن، تستاهل الضرب. جد دي مليم. مليم هي طاحة ده؟ ليه هتجيب بيه؟ هتجيب عسلية. عسلية؟ بس ما تقولش لأمي. وما تقولش لأمك كمان؟ ماشي. ماشي يا واد. خد مليم أهو، جيب بيه عسلية. بس أوعى تاكلها لوحدك، ها؟ يلا حبيبي. وادي حسبال، وادي حسبال، انت رايح فين يا واد؟ رد على امك يا زينة. ايوه يابا تعال تعال يا زينة. سيبيه سيبيه، انا بعت مشوار يجيب لي حاجة. مشوار؟ والله ما حد مبوظ العيال دي الا انت يابا. ايوه، دقت الطبلة وتهزت الهبلة. هبلة؟ بتقول ايه يابا؟ لا انا بقول يسعد صباحك يا زينة. بقولك ايه؟ نعم. سيبيه للمعلم رزق الله، واطلعي انت لقبلتك احسن من ململه قوي النهارده. حاضر، خليك مع جدك يا واد، اوعى تلعب بر. بقولك ايه؟ استنى لما امك تطلع فوق وانزل العب زي ما انت عاوز. عارف هتوصل البضاعة فين يا عاشور؟ ايوه الخرنفش عند الحاج اسماعيل. بارك الله فيك، خد اجرتك. ما تخلي يا حاج. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. الله يخليك يا هادي يا رب. جي جي، خلي بالك يا راجل على بال ما ارجع لك. اهلا. يا مرحب يا مرحب بالراجل البخيل. وهو البخيل يجي يدفع حسابه برجليه. بخيل وحقان يا سيدي، فيها حاجه دي؟ القهوه يا واد لعمك السيد عبد الباسط. يا مرحب يا مرحب. الناس كلها بتقول انك انت بتنقل بضاعتك على حمار عشان توفر ثمن الكر. ما بيعرفوش يحسبوها. اظن هتقول لي انه بياخد منك اجر اكتر من العربجي. حسابك يا سيدي 150 ريال. الواد عاشور بيعمل 10-15 دور في النقله، وانا بدفع عن كل دور مليم. احسبها تلاقيها هي هي. الله. طيب وعلى ايه وجع القلب ده؟ ما تنقل بضاعتك كلها على كر وتخلص ما دام هي هي. اقول لك السر وامري الى الله. ايوه انا قلت الحكايه فيها سر. الواد عاشور هو الوحيد اللي ما بيدفعش إتاوة الفتوة، وبيخافوا منه رجالة قنصوة. ثانيا، بضاعتك مضمون وصولها لزباينك في أي مكان، دي من ناحية. ومن ناحية تانية، فتوات الحي كلهم عارفين وبيتجنبوه، هو ده المكسب. الله. طب ما تشتري له كر وينقل عليها بضاعتك وتريحه وترتاح. وهو انا تعبان في حاجه. ايوه بس هو تعبان. هو راضي وانا راضي، بس اطلع منها انت. مساء الخير يا عاشور. يسعد مساك خير. السيد احمد البنان عايزك تعدي عليه بكره الصبح في الوكاله. السيد احمد البنان عايزني انا؟ ايوه، وهو بذات نفسه اللي مش يعني ليك. خير؟ العلم عند الله. بس المهم ما تنساش تعدي عليه بكره الصبح في الوكاله. فوتك بخير. سلام. ايه يا استاذ عاشور؟ خير؟ السيد احمد البنان يعوزني انا ليه؟ عاوزك في ايه؟ الله اعلم. مع السلامه. في امان الله. ويحسن يا ولد انت؟ السيد احمد البنان شيعني. ايوه ايوه. انا عاشور يا سيدنا. تعال عاشور. تحت امرك يا سيدنا. انت عندك ولادي عاشور؟ ثلاث صبيان الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي. تعيش يا حاج.
ومكفي طلباتهم؟ رحمة ربنا واسعة. أنا سمعت عن أمانتك وإخلاصك في عملك، والحقيقة أنا مسرور بسمعتك الطيبة. ده فضل من ربنا يا سيدنا. ما نفسكش تبقى عربجي يا عاشور؟ كل واحد بياخد رزقه يا سيدنا. إيه رأيك لو تشتري عربية تشتغل عليها وتوسع رزقك؟ العين بصيرة، بس الحمد لله مرزوق. أنا ممكن أدفع لك تمن الكرو وأخصم تمنها منك حاجة في حاجة، وساعتها تمتلكها وانت ورزقك بقى. ها قلت ايه؟ اعمل زي النمل يشيل اكبر منه. مش يمكن ربنا يكرمك يا سيدنا؟ انا راضي برزقي، ربنا بس يديم نعمته علينا. غريبة، انت ليه ما عندكش طموح؟ يا واد انزل ما تتعبش جدك، تعال. اما مالكش حق يا عاشور، كان لازم تقبل، دي فرصه وبعدها لك ربنا. يعني احط في رقبتي دين عربيه كرب حالها؟ يا غاده ربك سدد الديون. قول له يابا، قول له انا ريقي نشف. كل ما اقول له مش يمكن ربنا رايد لك رزق اوسع يقول لك لا، فقر بلادين هو الغنى الكامل. تعالى يا ابني تعالى، انت ما اكلتش من الصبح، تعالى مغلبني. ما الدنيا على دي الحال يا عاشور، النهارده مديون بكره صاحب دين. مش ده مربط الفرس يا معلم؟ امال ايه مربط الفرس؟ اللي يخلي السيد احمد البنان يعمل كده؟ اشمعنى انا دونا عن الخلق اللي بعت لي؟ امرك عجيب يا عاشور، رزق وبعتهولك ربنا، تقول له بعتهولي ليه؟ ما اقصدش، استغفر الله، اللي أقصده السيد أحمد البنان ليه معارف كتير، عربجية معلمين يتمنوا يخدموه. إيه حكته ليا أنا يعملني عربجي ويزعل المعلمين اللي بيشتغلوا معاه؟ من اللي يزعل يشرب من كعير؟ أنت مالك؟ هو إحنا بنسرق؟ بابا بابا دي مالية اشتري عسلية. شوف، مدام نيتك صافية وغرضك شريف، خد اتكل على الله، رزق ولادك ما ضيعهوش يا عاشور. روح قابله وخد ودي معايا في الكلام، شوف ميته ايه، ان كان خير اتكل على الله، ما تقولش لا. مبارك يا عاشور، خد ما تخافش. زينب قومي صبي لي ميه وارجعي نامي تاني. في ايه يا سعشور؟ عايز اتوضى وراح اصلي الفجر في الحسين. اشمعنى النهارده؟ يعني شاورت عقلك يا عاشور؟ الامر لصاحب الامر، بس بقول لو ممكن يعني تجيب لي الخشب وانا اعمل العربيه بايدي كده يبقى اوفر. انت لك في كار النجارة يا عاشور؟
بصراحة لا، بس كده هنوفر النص. أيوة بس ده من شأنه يعطلك عن عملك وانت راجل عندك عيال. مش أنا اللي برزقهم. انت راجل طيب يا عاشور، وصراحة بقى أنا كنت ناوي أدفع لك تمن الكرو وتشتريه وسامحك في نص التمن عند السداد، لكن بقى ما دمت بالأخلاق والأمانة دي، تمن الكرو أهو مكافأة على أمانتك ونزاهتك. أنت بتخجلني بكرمك يا سيد أحمد، لكن أنا لما قبلت معاونتك ليا كان على أساس إن أنا هسددها لما ربنا يفرجها. اعتبر نفسك سددتها. يبقى ما اقدرش اخد الفلوس. تشكر لحظة. ليه بس؟ اكل عيالي ازاي من قرش ما تعبتش فيه؟ ترضاها لي؟ ما انت هتشتغل عالكرو وهتتعب، وبفضل الله هاخد الاجرة. على كل حال اللي يريحك اعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش محتاج غير دول، وربنا يقدرني على سددهم. جميلك هيفضل في رقبتي يا سيد أحمد، ربنا يخليك. الله يبارك لك يا ابني. عرف يا ربي صحيح عفرة زيدان. ألف رحمة ونور عليه. كان دايما يقول لي اوعى تدفع قرش لحد ما تعبش فيه، وانت كمان ما تاخدش قرش من حد ما تعبتش بيه. وده عهد عهدته عليه. توكلت على الله. قلتليش يا ابو حسبل هتشتغل النهار بطوله في وكاله احمد البنان ولا حسب الرزق يا ام العيال؟ في عندهم شغل كنبيه؟ مفيش، هسرح وانا ورزقي وربنا يسدد عننا الدين. قبل كده كان كل زباينك رجاله. قصدك ايه يا زينب؟ قلبي عندك دلوقتي مش هتحمل الا نسوان وبس. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ياكش بعد التقوى دي كلها عينك تزوخ كده ولا كده؟
بيني وبينهم ربنا. وبيني وبينك ربنا. ليش؟ بس بس نو. المعلوم زاد الشهرية ده يا سيد أحمد. زاد عندك هرواجي ما تحسبناش عليه. قصدك عاشور يعني؟ مش بقى راجل من رجالتك وبيشتغل لحسابك؟ ايوه هو صحيح عاشور بينقل من عندي بس لحسابه. لحسابه؟ قصدي يعني لحساب التجار اللي بيوزع لهم البضاعة. وبعدين بقى يا سيد احمد انت راجل كبار ومحترم وما صحش الواحد مننا ياخد ويدي معاك في الكلام. المعلوم زاد 20 ريال. قلت ايه يا معلم قنصوة؟ انا مش متأخر عنك ولا احنا متأخرين عنك. رجالتك وبضاعتك في حمايتنا وده محتاج مصاريف. ما انا بدفع لك اهو يا معلم قنصوة. والعشرين ريال اللي يخصوا عاشور خدهم مني. ماشي الكلام يا سيد احمد. يا معلم قنصوة انا مش متأخر عنك بس عاشور قال لي انه ما بيدفعلكش. انا قلت لك ماشي الكلام يا سيد احمد. سلام. قول له زي ما بقول لك كده، قول له المعلم قنصوة هيسيبك يومين تراجع نفسك يا سيد احمد. مبروك العربيه يا معلم عاشور. فك حاجة. ايدك ابوسها يا معلم. استغفر الله. سيبوا البضاعة زي ما هي. ربنا يسلم لك سكتك ويكفيك شر الغفلة. انت عارفني هاد ولا لا؟ المعلم زينهم في دوة العطوف. نار على العالم يا معلم. حس كده بقى ترجع للسيد احمد البنان وتسلم لي عليه وتقول له سلامتك وتعيش. فاهم؟ غور. ابوس ايدك يا معلم زينب. بوس وغور من هنا لا يتم لك عيالك. غور. طب الحمار والعربيه ده اكل عيشي. تعالى بكره زي دلوقتي هاتلنا العربيه والحمار. غور يا بغل. حا حا يا بضاعه احمد البنان. حا
مرحب يا معلم عاشور. مرحب. خليه يشرب ساعة احمد البناء عشان يبقى ما يدفعش ويعمل فيها فلعوص. نار للبور يا عنتر. انا من رايي يا سيد احمد انك تبلغ الحكم دار فورا، والحكومه من واجبها انها تحمي الاهالي وممتلكاتهم. هي الحكومه هتعمل ايه؟ هتقدر تقف قصاد عصبه فتوات ازاي؟ ده تآمر ما بين قنصوه وفتوه العطوف، دي مساله واضحه زي الشمس. المشكله ان السيد احمد تغاضى عن اللي حصل ده، هيشجعهم يكرروها من تاني وتصبح المساله فوضى. لا لا يا كلنا معرضين لهذا. هتعمل ايه يا سيد احمد؟ هتتصرف ازاي في الامر ده؟ الامر امر الله، بس المعتدي بقى لازم ياخد جزاء. ما هو ده اللي انا بقوله، لازم يكون عبره لامثالهم من المجرمين والبلطجيه. طيب دخلوه القاعه الثانيه وانا جاي له حالا. ما تشغلوش بالكم يا سادة، المسألة أمرها سهل. أنا مضطر أسيبكم لدقايق صغيرة. البيت بيتكم يا سادة. أسعد الله مساك يا سيد أحمد. اتفضل ارتاح يا ابني. أنت عارف أنا مشيع لك ليه؟ طبعا عرفت اللي جرى من فتوة العطوف. ايوه وشفته. شفته؟ كنت راجع بعد ما نزلت حمولة الحاج مختار، قابلتهم في طريق الجبل وهم واخدين النهيبة وماشيين. الله، وليه ما حاولتش تمنعهم؟ وامنعهم ليه؟ عدم المؤاخذة هي حمولتي؟ امرك عجيب يا عاشور، راجل قوي زيك وبيشوف جريمة بتحصل قدام عينيه ويقدر يمنعها، ازاي تسيبهم؟ عدم المؤاخذة يا سيد احمد، انا لا فتوة ولا عصبان. ايوه، لكن شفت منكر بيحصل قدام عينيك وبتاعك ممكن تمنعه، ازاي تسيبه؟ يعني تحارك مع الفتوات؟ اما ربنا بيديك الصحة دي كلها ليه؟ دلوقتي بس فهمت سر مرؤتك معايا يوم ما ساعدتني اجيب العربية، بالاذن. كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة الحزنان. القلب من غير باب، القلب من غير باب، بيدخل وبيطلع الأحباب. القلب من غير باب، بيدخل وبيطلع الأحباب. وانت سايبها لسيد الأكوان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة الدنيا على الأرزاق، وفي المسا الآتي تعود راضي وتحمل ولو تعود فاضي،
طيب وقلبك سامر العشاق للأهل والجيرة أشبه بنيوى الناس إذا البشر سيرة سيرتك لكل الناس سيرة كبيرة والبطل إنسان باسط كأنه فرحة الفرحان سيرة كبيرة والبطل إنسان باسط كأنه فرحة الفرحان سيرة كبيرة والبطل إنسان